السلام عليكم، يا الله صباح الخير. الصراحة كنت أتمنى أجي وأقول لكم والله اليوم مرة ماني متأخر، لكن خلص وتروش إلا قدني متأخر. المهم يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، إيش الأجواء هذه؟ اليوم يمكن نفطر برا، إن شاء الله ما تفصل علينا. We came early. No, it's not. It's 9 o'clock. 9? Oh my god. يورث. والحمد لله خلصنا. شوف وقت ما جيت ابى اصور جت الشمس وراحت الغيوم كلها. المهم احتمال يجي عندنا العيال يفطروا يوم السبت، فيبغى لنا نجهز من دحين، مع انه الموضوع مو اكيد، بس ناقصتني كم حاجه خفيفه من السوبر ماركت بروح اشتريها ان شاء الله. سريع، المهم دحين ان شاء الله بنغير على السريع وبنروح. وقبل ما اروح ان شاء الله بسجل الاشياء اللي احتاجها عشان نشتريها. ان شاء الله دحين بنروح سوق حق واحد هندي. السوق هذا كل المنتجات اللي فيه حلال، فيه منتجات عربيه كثير، سوق كبير وحلو، وان شاء الله راح نقضي منه الاشياء اللي نحتاجها. الحمد لله وصلنا المكان. طبعا طلع فيه كذا سوبر ماركت حلال عندهم. احلى شيء انه كل اللي هنا حلال، ما في ولا شيء حرام. دجاج، لحم مفروم، حتى خلينا اوريكم في العصاير. عندهم راني وهذا الفنتل. ما شاء الله عندهم هنا الدجاج والدنيا دي. هذا زي اللي عندهم بالافلام، تعرفوها النقانق هذيك اللي تجيك وصله واحد. المكان ذا طلع حلو، بس ايش مشكلته؟ مو اللي نبغاه، اللي نبغاه طلع قريب هنا واللوكيشن لخبط، فكلهم حلال لكن بنروح المكان الثاني حقنا ان شاء الله. شكله هذا الحي اصلا حي المسلمين، انا شايف اماكن كثيره حلال، وكمان شايف ناس كثير لابسين حجاب حق المسلمين، وشكله بالاخص حق الهنود. دخلنا المكان ان شاء الله بس ما يكون في اكل. سبيك 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 سبيك. زعلان. ندخل نشوف. دبس، تمر، دبس يعني بخور، ما شاء الله عباية، ملابس، كل حاجة حق الهنود هنا. اللي ما حسبنا حسابه يكون هنا في ثياب الأصيل. لا لا كذا كثير والله. عبد الرحمن ممسكة معاه بهارات هندية ولو ساعة جالس يدور عليها. وصلنا المحل طلع مقفل. أهم شيء إننا عرفنا مكانه، نجي مرة ثانية. هذا الشارع كله طلع تجمع للمسلمين، وبالتحديد الجالية الهندية. مطاعم كلها حلال، ما لها هنود زي كذا. شوفوا مسلمين كثير. حتى اقول لكم حاجة، اخواننا المحتاجين حتى اللي هنا برضه هم مسلمين. هذا ايس كريم عربي. داخلين نشوف هنا ممكن نلاقي البهارات حق عبد الرحمن. برضه كمان هذا السوبر ماركت كله حق مسلمين. في بعض الاشياء بالعربي، ان شاء الله لو لقيت راح اوريكم هنا. لقيها هذه هي اللي بيشوفها. حل عبايات كامل، بس حق عبايات. والله الشارع هذا حلو. مو هم العذاب بل لهم موعد الليل. وصلنا المسجد بس نبي نصلي، بنرجع نروح على السوبر ماركت. والله هذا واحد من اكبر المساجد هنا، لانه هذا الحي كله حي مسلمين. واحدة من الشغلات الجميلة في هذا المسجد، شوفوا هذه غرف حق الاعتكاف بس، اللي بيعتكف يجي يكلم الامام وياخذ واحدة من هذه السرر وينام فيها ويصير خلاص معتكف. هذا اللي نبغاه من اول، الحمد لله وصلنا. هذا شاهي كرك. المرة اللي راحت اخذنا من هذا ومن هذا، لكن ذي المرة افكر اني اجرب شيء جديد. من الاشياء الصراحة تفتح النفس، بس والله ما ادري ايش اخذ. اتوقع هذا شكله حلو. الحمد لله هذا اللي قضيناه.
ان شاء الله نجي مره ثانيه. المشكله اليوم كان مره زحمه ما قدرنا نصور. قايل لك يوم السرعه يا الذيب. المهم الحمد لله وصلنا البيت وغيرنا على السريع عشان ابغى اروح اهرول، لكن قبل ما اروح اهرول بسوي لي فطور بسرعه وان شاء الله ما نسوي زي هذيك التونه. طيب اللي نحتاجه طاوه دجاج مبهر، واهم حاجه عندي زيت سمسم، واذا تبغى شويه بهارات ذره، بهارات عبد الرحمن، والله ما ادري ايش اسمه، بهارات مشكله. حطينا الدجاج ونستناها لين تتحمر وبعدين نقلبها. انا ابغى اعرف متى وفين احط الذره، خاف احطها مع الدجاج بعدين تنحل، لكن جتني فكره احطها في مويه واحميها بالمويه، لانه اصلا اتوقع انها اصلا مطبوخه شويه فعبالها شويه طبخ. جرب جرب. المهم نجيب قدر حط عليها ذره. اتوقع كذا الامور ماشيه تمام. هذا شويه ونقلبه. حطها كذا الشكل النهائي ونقول بالعافية، بس بعد المغرب مو دحين طبعا. وهذه النتيجة النهائية. ان شاء الله راح ابدأ في هذا الشارع، واحلى شيء فيه انه طلعت جبل. الحمد لله خلصنا الجبل، دحين بنرجع مرة ثانية. المهم نقول يلا بسم الله. الين هنا وصلنا لنهاية الفلوق، لكن ابغى اقول لكم حاجة، الفلوقات بعد كذا بتصير كل 3 أيام فلوق ان شاء الله، عشان اقدر امنتج، اقدر اصور، واقدر يوم اني ارفع، وفي نفس الوقت اقدر اكون مركز في دراستي في الامور المهمه في الحياه. فعلا تعذرونا على الغيبه اللي راحت، ادري اني طولت شويه، لكن الحمد لله دحين رجعنا رتبنا الامور. والحاجه الثانيه الحمد لله بدأنا نكبر وصرنا 60 واحد، حبه حبه ان شاء الله ونصير قد الدنيا. وزي ما تعودنا في كل فلوق، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.